لو كان التعمري جاهز فنيا وايضا حتى يزن جاهزين فنيا كان تفوقت اليوم وحققتوا 3 نقاط؟ بالتاكيد بالتاكيد. على الشوط الاول، الشوط الاول ما فيش للامانه، الشوط الاول ما في منتخب عراق. انت اذا بترجع للمباراه انا حضرتها ورجعت شفت دقيقه كابتن دقيقه، وانت مدرب وعامل بالدوري العراقي، الشوط الاول ماكو منتخب العراق؟ لا شنو كان اكو؟ كرات طويله، لعب عشوائي للامانه. انا بستغرب انه اسبوع كامل المنتخب مجمع، المنتخب العراقي لمده اسبوع كامل مجمع، سنتين نفس المدرب. بصراحه هون في علامه استفهام. ومثل ما تكلم الكابتن اركان، بصراحه من خلال المباريات الماضيه، من خلال المباريات الماضيه انا شفت الفوز على المنتخب العماني كان بصعوبه وبتواجد الجماهير، الجماهير لها ثقل كبير للمنتخب العراقي. مباراه فلسطين نفس الشيء، ترى الفرص كانت قليله جدا اللي بيوفرها المنتخب العراقي، ومن اجتهادات فرديه او من خطف كرات من ايمن حسين، لكن هذا ما بتقدرش تعيش عليه كاسلوب كل الوقت. بصراحه اليوم المنتخب العراقي ما كان حاضر بالشوط الاول نهائيا، لا بطريقه اللعب ولا باسلوب اللعب بصراحه، ولا قراءه تكتيكيه بصراحه. يعني من اول ربع ساعه، من اول ربع ساعه واضحه المشاكل العراقيه، واضحه مش قادر يخرج كره وخاصه من منطقه الوسط، بعكس المنتخب الاردني. المنتخب الاردني كان حافظ درسه 100%، بريسنج عالي، ضغط، كان يعمل الضغط في لاعب وتحته اربعه، الخمس لاعبين حدوا من خطوره المنتخب العراقي وخاصه في بناء الهجمه.